أصيب عدد من طلبة جامعة شعيب الدكالي بالجريدة بتسمم غذائي ليلة الأربعاء الخميسة 11 ماي 2023، حيث تم نقل عدد من الطلبة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالمدينة لتلقي العلاج في ساعات متأخرة من الليلة. وحسب ما صرح به أحد الطلبة المقيمين بالحي الجامعي، فقد نقل أزيد من 35 طالبا جامعيا أغلبهم من الفتيات لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة منذ الساعة الأولى من صباح الخميس. وأفاد الطالبة أن التسمم ناتج عن وجبة العشاء التي تناولوها والمكونة من لحم الديك الرومية وبعض المرق، مشيرا إلى أن أغلب المصابين غادروا قسم المستعجلات باستثناء بعض الحالات القليلة التي ما زالت تحت الرعاية الطبية. وطالبت هيئة طلابية بفتح تحقيق حول الوجبات المقدمة للطلبة الوافدين على الحي الجامعي، وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة التي تهدد حياة الطالبات والطلاب المستقرين بالحي الجامعي. نشكركم على حسن المتابعة.